بسم الله الرحمن الرحيم. ده الجزء الثاني من المحاضرة اللي بنتكلم فيه عن ثيفينين ونورتونز ثيرنز. في الجزء ده هنبتدي نتكلم هيحصل ايه لو كانت الدوائر اللي بنحاول نجيب لها الايكوفالنت سيركت كانت فيها ديبندنت سورس. يبقى هو ده محور الحديث. هناخد حالتين او تو كيسز. الكيس الاولاني لما يبقى فيه ديبندنت سورسز بس، يعني مفيش independent sources للدايرة اللي احنا عايزين نجيب بدلها دايرة مكافأة. والحالة التانية لما يبقى فيه الاتنين، لما يبقى فيه independent sources و independent sources برضو عايزين نجيب للكلام ده دايرة مكافأة. خلينا نبتدي بالحالة الأولى. قلنا الحالة الأولى هي عندنا only dependent sources في الدايرة. ففي الحالة دي الـ equivalent circuit بتبقى عبارة عن مجرد resistor هي R7، وهي احنا اتفقنا من قبل كده ان ار ثيفنين هي ار نورتون، وبالتالي لو عايزين نجيب الايكوفالنت نورتون ثيرم فبرضه هي هتبقى ريزيستور قيمتها هي زي قيمه ار ثيفنين. فكأن احنا كده بنحل الايه النظريتين في نفس الوقت. عشان نوضح الكلام ده هناخد مثال رقمي. ديت الدايره اللي قدامي زي ما شايف هنا فيها independent voltage source اللي هو مقداره 2 Vx. ومين Vx ده؟ ده هو الفولتج اللي على الريزيستور اللي فوق ديت اللي هي الواحد كيلو، والبولاريتي بتاعته positive ناحية اليمين ونيجاتيف ناحية الشمال. بقية الريزيستورز given. زي ما احنا شايفين الدايرة ما فيهاش اي independent source، وبالتالي احنا متوقعين ان ال equivalent بتاع الكلام ده يطلع هو مجرد ريزيستور. ازاي هنجيب الـ equivalent resistor للدايرة ديت؟ بنحط عند طرفين اللود اللي هو في الحالة بتاعتنا الـ A والـ B، هنحط test voltage مقداره 1 فولت. فلو انا رسمت الدايرة مرة تانية، ادي الـ 1 كيلو وهنا الـ plus minus Vx، وانزل كده هنا في 2 كيلو وهنا في 1 كيلو، هنا في ال dependent source فوق plus تحت minus، هنا ده 2 Vx وهنا في 1 كيلو وهنا في 2 كيلو، وادي الطرف A و B. فهنا بقى هعمل ايه؟ هقوم حاطط دي الاضافة، هحط هنا باتري مقدارها 1 فولت، وافترض ان اللي خارج التيار اللي خارج من الباتري ده هسميه I نوت. فانا الخطوة الاولانية هجيب I نود، الخطوة التانية هحسب R ثيفنين على انها عبارة عن، بعد احنا كده لو خبينا الدايرة ديت فهبقى شايف ايه؟ هبقى شايف البطارية هتبقى شايفة انها هي الفولت بتاعها 1 فولت ومطلعة تيار مقداره I نود. فلو انا قسمت الواحد فولت على الاي نود يبقى كأني بجيب الايكوفالنت ريزيستنس ليه الكلام اللي جوه الايه البوكس دوت. يبقى اذا ار ثيفنين هتساوي 1 اللي هو 1 فولت يعني على اي نود ان اومز. فهي دي الطريقه اللي احنا هنعملها عشان خاطر نجيب الايكوفالنت سيركت. ببساطه هحاول اجيب قيمه اي نود ديت بكام، ولو جبت قيمه اي نود يبقى هقدر احسب المقاومه اللي هي 1 على اي نود. طيب خلينا نسمي الفولت اللي هنا هوت مثلا في 1 اللي هو بتاع النود ديت. الفولت هنا هو طبعا 1 فولت احنا عارفين نتيجة لوجود الباتري. هاخد النود اللي تحت ديت هي الجراوند. النود ديت هيبقى ال potential بتاعها 2 Vx.
يبقى كده انا حددت الفولتجز بتاعت كل النودز اللي عندي. فلو حبيت اكتب كيرشوف current low عند النود اللي هي V1، فممكن اكتب V1 على 1 كيلو، يبقى هيديني التيار اللي هنا، وبعدين V1 ناقص 2 VX على 2 كيلو، ده يديني التيار ده، وبعدين V1 ماينس 1، لان احنا اتفقنا ان النود دي كلها حاجة واحدة، فالجهد بتاع ده هو الـ1 فولت، يبقى V1 ناقص 1 على 1 كيلو، الكلام ده هيديني. بس طبعا ديت معادلة مكونة من معادلة واحدة في تو النولز اللي هما ال V1 وال VX، فلابد من ان انا اجيب معادلة تانية علشان خاطر اقدر اشوف اقدر احسب القيم. طيب خلينا ناخد اللوب اللي هي ماشية كده، ونطبق عليها كيرشوف فولتج لو. يبقى كيرشوف فولتج لو فور the outer loop. انا عندي هنا هوت في واحد، طبعا بما انه واخد دي جراوند فكأن البولاريتي هنا هتبقى بلس ماينس، وبعدين عندي في اكس البولاريتي بتاعتها هنا برضو متحددة ماينس بلس كده هوت، وبعدين الـ1 فولت ادي البلس فوق والماينس تحت. فمرة تانية لو انا مشيت مع الكلوك وايز دايركشن، فهلاقي V1 في الكلوك وايز دايركشن، VX في الكلوك وايز دايركشن، والواحد ديت في العكس، وبالتالي اقدر اكتب V1 بلس VX ماينس 1، الكلام ده بيساوي صفر. يبقى بقى عندي معادلتين اهوت في مجهولين، المجهولين هما في اكس و في واحد، اقدر احسب قيمة في اكس بكام. فلو حسبت في اكس في المعادلة ديت هتطلع بتساوي 3/7 فولت. ولو عملت كده لو عرفت ان في اكس بتساوي القيمة ديت، اقدر احسب التيار اللي هيمشي في المقاومة اللي هي الـ1 كيلو اللي فوق ديت، اللي هي هسميه مثلا I1. فI1 ده بيساوي في اكس على 1 كيلو، وبالتالي يطلع 3/7 ملي امبير. بعد كده هوت احسب التيار اللي ماشي في الـ1 كيلو هنا اللي هو I2. وانا ايه اللي بعمله؟ انا بحاول اجيب التيارات اللي عند النود اللي هي متصلة بالبوزيتيف بولاريتي للـ1 فولت، لان مجموع التيارات هنا according لكيرشوف كيرنت لو لازم يساوي صفر. لو قدرت اجيب قيمة I1 وI2 وI3 اقدر بالتالي اجيب قيمة اي نود بتساوي كام. فاحنا جبنا I1 3/7 ملي امبير، I2 هتبقى بتساوي 1 ناقص 2 في اكس على 2 كيلو. احنا طبعا جبنا في اكس 3/7، وبالتالي اقدر احسب ان ده بيساوي 1/7 ملي امبير. واي 3
اي 3، احنا عارفين ان جهد النقطة اللي هنا ديت 1 فولت، فهو 1 فولت والطرف التاني على الجراوند يبقى 1/2 كيلو، يبقى اذا 1/2 كيلو، وده يدينا 0.5 مللي امبير. دلوقتي بقى اطبق كيرشوف كارنت لو عند النود الفوقانية ديت اللي هي عندها 1 فولت عشان اجيب اي نود. انا عندي اي 1 واي 2 واي 3 خارجين واي نود هي اللي داخله، يبقى اذا ممكن اكتب ان اي نود بيساوي اي 1 زائد اي 2 زائد اي 3. لو عملت الكلام ده الاقيه هيطلع 15/14 مللي امبير. دلوقتي ار ثيفينين زي ما اتفقنا هي 1/I0، وبالتالي اقدر استنتج ان اي 7 هتطلع 14/15 كيلو اوم، ويبقى الايكوفالنت سيركت للمسألة بتاعتي هتبقى عبارة عن مجرد ريزيستور ار ثيفينين بتساوي 14/15 كيلو اوم، ومفيش اي مقاومة وما فيش اي فولتج سورس ما بين النقطتين اللي احنا كنا مسميينهم A و B، يبقى هي ديت الايكوفالنت سيركت. الحالة التانية اللي عايزين نتكلم عليها هي الدوائر اللي بتحوي both dependent و independent sources، وازاي نجيب لهم الايكوفالنت Thevenin network. ال V Thevenin هتبقى هي الاوبن سيركت فولتج زي ما عملنا قبل كده، بمعنى نفصل اللود ونشوف at the open circuit terminals الفولتج اللي هيظهر كام، يبقى هو دي V open circuit وهو ده V Thevenin. اما R Thevenin في الحقيقة فهي هتبقى حاصل قسمة الاوبن سيركت فولتج على الشورت سيركت كرنت، يعني بمعنى ان احنا هنحط بدل اللود شورت سيركت ونشوف التيار اللي هيمشي في الشورت سيركت ده بكام، ونحسب V open circuit على I short circuit، هو ده اللي هيدينا R Thevenin للدايرة اللي احنا عايزينها. خلينا نطبق الكلام ده على ايه، مثال رقمي يوضح القصة. ادي الدايرة اللي قدامي، عايز اجيب الفولتج اللي هو اسمه V node، طبعا V node اللي هو على المقاومة ديت، وبالتالي هي ديت اللود. لكن خلينا نقول على فكرة هنا، هو هي ان احنا في مثال قبل كده لما كان بيبقى عندنا المقاومه اللي هي الواحد كيلو ديت اللي هي بتبقى متصله بالاوبن سيركت، ما كانش بيمر فيها تيار، وبالتالي ما بتاثرش على حسابات الفي اوبن سيركت. فاحنا ممكن للسهوله او كحل بديل خلينا نقول ممكن نفصل الدايره من النقطتين اللي انا علمت عليهم دولت اللي هم هسميهم A و B، وبعد كده نبقى نرجع المقاومة الواحد كيلو ان سيريز مع اللي هي اللي فوق ديت مع المقاومة التانية اللي هي الواحد كيلو، ونستخدم الايكوفالنت ثيفينين ثيم في ان احنا نجيب الاوتبوت فولتج زي ما هو مطلوب. فيبقى ديت اللي هعمله في الاول ان انا هفصل المقاومتين وهيبقى عندي الاوبن سيركت ما بين A و B. طيب لو عملت كده اهوت هيبقى الدايرة الجديدة ده شكلها، هنا عندي طبعا independent voltage source وكنت 2000 IX، ده الماينس فوق والبلاس تحت، عندي 1 كيلو، وهنا في 2 كيلو، هنا في voltage مقداره 12 فولت، وهنا في 2 كيلو، وهو ده الاوبن سيركت فولتج اللي انا عايزه، وهي دي النقطة A و B اللي احنا كنا بنتكلم عنها. يبقى انا عايز اجيب التيار اللي هيمشي هنا، طبعا انا التيار اللي في الاتنين كيلو ده هو اللي اسمه IX. لو كان جهد النقطة ديت هو V open circuit، وده طبعا هيبقى بالتالي هو الجراوند، يعني الفولت هنا يساوي صفر، فجهد النقطة ديت هيبقى لان هي اللي واصله بالبوزيتيف تيرمينال بتاع الباتري، فيبقى جهدها في اوبن سيركت زائد 12. كمان احنا قلنا ان النود اللي تحت ديت هي الجراوند، الديبندنت فولتج سورس ده هو عباره عن 2000
اي اكس، بس البوست بولاريتي بتاعته هي اللي تحت. معنى كده ان الترمينال اللي فوق ديت هي جهدها الاقل، يبقى اذا جهد النقطة ديت هيبقى هو ناقص 2000 اي اكس. يبقى بالطريقة ديت اقدر اخد هنا سوبر نود، واقدر اطبق كيرشوف فولتج لو، كيرشوف كورنت لو، سوري، اقدر اطبق كيرشوف كورنت لو ات ذا سوبر نود. هلاقي عندي الاوبن سيركت فولتج على 2 كيلو، يبقى ده هيديني التيار اللي ماشي هنا. وبعدين هيبقى عندي في اوبن سيركت زائد 12 على 2 كيلو، يبقى ده التيار اللي هيبقى ماشي في المقاومة ديت. وبعدين زائد في اوبن سيركت زائد 12 ناقص 2000 اي اكس اللي هو البوتنشال بتاع النود اللي هنا ديت على 1 كيلو. الكلام ده لازم يكون بيساوي. طبعا هنا برضو مازال عندي مجهولين اللي هو في اوبن سيركت واي اكس، لكن انا هنا هوت من البرانش دهوت اقدر اقول ان اي اكس بتساوي الفي اوبن سيركت على 2 كيلو. وبالتالي اقدر اعوض عن اي اكس هنا هوت بفي اوبن سيركت على 2 كيلو. هيبقى عندي معادلة فيها مجهول واحد هو في اوبن سيركت. لو حسبنا في اوبن سيركت من المعادلة ديت هيطلع بيساوي ناقص 6 فولت. يبقى ده في 7 اللي انا عايز احسبها. الخطوة التانية اللي بعد كده ان انا عايز احسب الشورت سيركت كارنت. هعمل ايه؟ هرسم الدايرة مرة تانية بعد ما احط مكان اللود شورت سيركت. فادي عندي الديبندنت سورس كده اهوت، هنا ناقص وهنا زائد، ودي 2000 اي اكس، هنا في 1 كيلو، وهنا في 2 كيلو، هنا في بلس ماينس، ودولت 12 فولت، وده هنا في 2 كيلو، وده هو التيرمينال A و B، وديت اللي هحط بدلها هنا كده شورت سيركت. وانا عايز احسب الشورت سيركت كارنت ده، لان زي ما قلنا من في بداية الكيس ديت ال R Thevenin هتبقى بتساوي V open circuit على I short circuit. طيب التيار I X هو التيار اللي ماشي فيه الـ2 كيلو اوم اللي هو موجود هنا في ال independent. طبعا هنلاحظ ان في هنا شورت سيركت بارلل مع الـ2 كيلو، معنى كده ان التيار اللي هيمشي فيه الـ2 كيلو هيبقى بيساوي صفر. يبقى اي اكس هنا هو هيبقى بتساوي صفر. ولو اي اكس ديت بقت بتساوي صفر، لان احنا عارفين اي لما بقى عندنا اي بارلل ريزيستورز منهم واحده شورت سيركت، فطبعا التيار بيمشي في الشورت سيركت عشان ما بيقاوموش، بينما مش هيمشي اي حاجه في البارلل برانش اللي هو في حالتنا ده 2 كيلو. طيب لو اي اكس ديت بقت بصفر، يبقى الديبندنت سورس كمان هيروح هو كمان للصفر، وبالتالي اقدر اعيد رسم الدايره مره تانية بعد ما احط الديبندنت سورس بتساوي صفر وصفر يعني شورت سيركت. يبقى عندي هنا شورت سيركت كده، وهنا في 1 كيلو، 2 كيلو، في الباتري اللي هي 12 فولت، وفي هنا التيار دي التيرمينال A و B، وهنا التيار اللي انا عايز اجيبه اللي هو I short circuit.
دلوقتي طبعا واضح التيار سهل قوي يتحسب، لان انا هنا عندي باتري وعندي تو ريزيستورز ان بارالل، فلو جبت الاي على البارالل كومبينيشن هيبقى يديني الاي شورت سيركت. بس الاحظ بقى اتجاه التيار، طبعا الباتري هتدي تيار هيخرج من البوزيتيف بولاريتي، وبالتالي هيبقى اتجاهه عكس اتجاه اي شورت سيركت اللي انا فرضه على الرسم. عشان كده لو حبيت احسب اي شورت سيركت فهي هتساوي ناقص 12 على البارالل كومبينيشن من الواحد وال الاتنين كيلو. طبعا البارالل كومبينيشن هتبقى 1 في 2 على 1 زائد 2، فالكلام ده يطلع ناقص 18 ملي امبير. اتفقت معاكم قبل كده لو بستخدم الفولت ان فولتس والريزيستنس ان كيلو اومز، ففي الحالة دي الكرنت بيبقى بالملي امبير، فده هيطلع كده. يبقى اذا هو ده التيار الاي شورت سيركت. لو حبيت بقى احسب ار ثيفنين فهي بتساوي في اوبن سيركت على اي شورت سيركت. في اوبن سيركت احنا جبناها قبل كده اهوت، لقيناها بناقص 6، واي شورت سيركت اللي هي ناقص 18 ملي، طبعا الملي ديت اللي هي 10 أس ناقص 3، فده يدينا على طول 1/3 كيلو. وبالتالي يبقى اذا لو حبيت ارسم الايكوفالنت سيركت بتاعتي هتبقى عبارة عن بطارية، هرسم النيجاتيف فوق والبوزيتيف تحت، لان لو تفتكروا احنا حسبنا الاوبن سيركت فولت طلع بناقص 6، معنى كده ان الجهد بتاع A اقل من الجهد بتاع B، فعشان كده رسمنا النيجاتيف لفوق. وبعد كده في هنا ريزيستور اللي هي R ثيفنين، و ارجع بقى الريزيستورز اللي انا كنت حذفتها. فانا كنت حذفت 1 كيلو، وحذفت كمان 1 كيلو تانية اللي هي كانت اللود، وانا كنت عايز احسب الفولتج اللي هو اكروس ال1 كيلو اللي في الاخر. فلو انا عملت الكلام ده كده طبعا ديت في الحالة دي هتبقى بتساوي 6 فولت بعد ما حطيت البولاريتي لفوق بالنيجاتيف، شلت انا النيجاتيف ساين اللي هي كانت ايه معموله يعني. فلو حبيت احسب الاوتبوت فولتج فهيبقى بيساوي ناقص 6 على مجموع المقاومات اللي هي ار 7 اللي هو 1/3، زائد 1 كيلو، زائد 1 كيلو. ده طبعا هيديني التيار، هضرب فيه 1 كيلو، فيديني ناقص 18 على 7 فولت. طبعا مرة تانية ليه هنا في اشارة ناقص؟ لان اتجاه التيار ماشي كده، وبالتالي هيعمل بوزيتيف تحت ونيجاتيف فوق، وده عكس الفولت اللي انا معطى في المسألة اللي انا عايز احسبه. فكأن انا بقول ان الفولت كقيمة هو 18 على 7، لكن اتجاهه هو عكس الاتجاه اللي معطى في المسألة، ده هو معنى النيجاتيف ساين اللي ظهرت لي. المهم فهي ديت الطريقة اللي انا بستخدمها لحساب الثيفنين ايكوفالنت سيركت. زي ما قلنا بعمل حاجتين، بجيب الاوبن سيركت فولتج وبحسب ار ثيفنين. المره دي بحسبها بطريقه مختلفه شويه، لان هي حاصل قسمه الاوبن سيركت فولتج على الشورت سيركت كارنت اللي بعمله عند التيرمينال المناظره للود بتاعي. انا بكده بقى خلصت ازاي ثيفنين ثيرم ممكن تتعمل في الكيسز المختلفه بيها، وان شاء الله نكمل في المره الجايه.